صباح الخير. هاي ستيفاني. سبا. سبا وانت؟ الحمد لله. اليوم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء في عنا وصفتين، عنا تارت مالحة، بس اليوم هيك حنطلع شوي من العادة، هي تارت معمولة مع البصل وبدنا نطفيها بالبيرة. اها. بدنا نضيف لها الرومارين، البيض، الكريم فريش بالإضافة للتشيدر تشيز. وهلا حنحكي على عجينة التارت. وصفتنا الثانية إذا بدك سميتها أشتالية، بس هي أشتالية على حليب جوز الهند والكريم فريش يلي بدنا كمان نشدها بالنشا ونضيف لها جوز الهند المبروش بالإضافة للجرناديني اللي عم نشوفه. هلا خلينا نحكي شو الرمي. صح. مثل ما كل مرة بنرجع بنعيد وبنعيد إنه اليوم نحن عم نحكي على إن بات بريزي. أنت مشهورة بهالبات. صح. وما يعني بغير الوصفة. ايه ما بغير الوصفة وكثير طيبة. صح. بدي أقول ستيفاني إنه كثير مهم وقتها ناكل تاخت تكون عجين العجينة الطيبة يلي كمان بتساعد لو الإنجريدينز اللي ضفناه لهم ما تكون قاسية. ما تكون قاسية. هلا فينا هون نشتريها مثل ما فينا نستبدل بالباف باستري، بس هي من اطيب الوصفات عجينه بات بيزي. اليوم عم نحكي ندعكها بالايد ببول، وضعنا نص كيلو من الحليب، ضفنا نص كبايه نص كيلو من الطحين نص كيلو من الطحين، نص كبايه من الحليب، رشه من الملح، 250 جرام من الزبده او كبايه وربع من الزبده. وهون بدنا نذكر انه كثير مهم انه الزبده ما تكون سخنه، يعني كثير مهم نشيلها قبل بساعه وندعكها مثل ما هي. بدنا ندعك ندعك، بدنا نرجع نغطي بفوطه المطبخ، نضعها على جنب لمده ساعه من تمبيراتور امبيونت لتتخمر العجينه. وهون بدنا نرجع نذكر ستيفاني انه كل عجينه ان كانت سابلي، بريزي، بيتزا او حيلا نوع من العجينه كثير مهم انه نريحها. وهيدي وصفة إذا اليوم ما بدنا نشتغل فيها فينا من بعد ما ندعكها نريحها نضعها بالفريزر لمدة شهر اثنين ثلاثة. هي قبل بقد ايه بنشيلها؟ بنشيلها قبل بساعتين ثلاثة ليفك الثلج عنا. وهون بدي أقول إنه هيدي وصفة فينا نخبزها نص خبزة كمان ستيفاني، يعني مدة 7-8 دقايق بالفرن، نسقعها وكمان نضعها بالفريزر لمدة شهر اثنين ثلاثة مثل ما بنشتري حيلا عجينة، بس يكون عندنا مناسبة دغري بنشيلها ومنعبيها. وبدنا نقول كمان انه هيدي عجينه تستخدم لكل الانجريديون، يعني نحن اليوم حبينا نشتغل بالبصل والبيره بس فينا نشتغل لغير تارت، يعني مهم انه هيدي عجينه بازل مالحة. صح. هلا هون اشتغلناها، دعكناها، مديناها، ريحناها، شكوكناها، فينا نشتغلها نص خبزه، يعني نخبزها نص خبزه بتطلع كروكانت واطيب، مثل ما فينا نشتغلها دغري. على ني. شو هي وصفتنا لليوم؟ اليوم عم نحكي على بصل. هلا بعرف انه في كثير يمكن ما بحبوا البصل، بس فينا نقول انه ما حنحس بطعمه البصل لانه بدنا نطفي بالبيره. وهون بدنا نقول للمشاهدين يلي ما بحب يستخدم البيره او الالكول فينا نلوح بملعقتين من العسل يلي كمان بتعطي نكهه طيبه. لكن بطنجره على نار ضفنا شوية من الزبدة، اليوم حبيت هيك نطلع شوي من العادة ونشتغل بالزبدة أو زيت الزيتون ما بيأثر. أول ما تبلش تذوب الزبدة بدنا نضيف البصل، هون فينا نفرمهم صغير مثل ما فينا نفرمهم شوابير، يعني أنا اليوم حبيت أطلع من العادة ونقطعهم شوابير، وبدي أقول إنه هيدي وصفة فينا نستبدل البصل بالكرات كمان ستيفاني، كمان بتطلع طيبة. لكن بدنا نلوح البصل بالزبدة لمدة 3-4 دقائق، بدنا نرجع نطفيها بالبيرة ونتركها على نار لمدة 4-5 دقائق تا نبطل نحس بالألكول تبع البيرة. بيتبخر الألكول. صح، بيتبخر الألكول. هلا فينا نستعمل بيرة بلا ألكول كمان؟ فينا نستخدم بيرة بلا ألكول أكيد. لكن عم نلوح البصل بالزبدة. نحن رح نتابع، رح ناخذ سوا وقفة كثير صغيرة وبنرجع لكم نتابع واتس كوكينج. لكينا حطينا الزبدة وحطينا البصل. صح. هون بدنا نقول انه ما بدنا نحرق البصل، بدنا ندبل البصل. اوكي. شو حطينا؟ ملح؟ بدنا نحط رشة من الملح ورشة من بهار
أذكر إنه اليوم عم نشتغل التارت المالحة، عجين تارت المالحة مع البصل والبيرة التشيدر تشيز بالإضافة للرومارين البيض والكريم فريش. بطنجرة على نار وضعنا ملعقة من الزيت أو الزبدة حسب هون كل شخص شو بحب. لوحنا البصل، ما بدنا نحرقه، بدنا ندبله. أوكي. بدنا نرجع من بعد ما نلوحه ضفنا له ملح بهار أبيض بهار أسود، بدنا نرجع نطفيه بالبيرة. وهون بنرجع بنذكر فينا نستبدل البيرة بالعسل. إحنا هلأ عم نحط البيرة ستيفاني. أوكي. فينا نحط بيرة بلا الكول كمان. فينا نحط بيرة بلا الكول أكيد. ننتقل شوي نخلص الوصفة. اليوم عم نحكي على بيضتين كاملين وضعنا لهم بهار أبيض بهار أسود، رشة من الملح ورشة من جوز الطيب يلي بدها تعطي نكهة طيبة. خلطنا البيض، نحن عم نحكي على بيض كامل. أوكي. ضفنا لهم الكريم فريش. فوالا. فينا هون نستبدل بالكريم فريش اللايت. اوكي اكيد. بس كثير مهم انه نوضع البهارات ستيفاني. اكيد. فوالا. رومارين. لنرجع نضيف رشة رومارين. اللي بيعطي كمان نكهه طيبه. هون اللي ما بحب الرومارين فينا نستبدل. صح. فينا نحط بازيليك. انا جبت رومارين طازه لنزين، بس فينا اكيد فينا نستبدل بالارض دو بروفانس، بالاوريغانو، بالبازيليك. بالبازيليك. فوالا. اوكي. بيض عدد 2 ورجعنا حطينا 200 ملي من الكريم فريش او باكيه كريم فريش. اوكي. وحطينا رومارين. حطينا رومارين. وشو حطينا؟ بنرجع بنعيد ملح. نرجع بنضيف حطينا ابيض بهار اسود. كل ما بدنا نشتغل تارت مالحه بنحط بالبيض جوز الطيب يلي كمان بيعطي نكهه طيبه، بالاضافه لبهار الاسود بهار الابيض ورشه من الملح. مزجنا البيض مع الكريم فريش، نرجع بنذكر انه فينا نستبدل بالكريم فريش لايت مع الاير دو بروفانس. فوالا. هلا بضل عنا ننطر دقيقتين ستيفاني ليكون تدبل البصل ونشفت بيره، بطل في بيره. بدنا كمان نخلط البصل بقلب الكريم فريش والبيض، نرجع نزيد وبدنا نغطي وجه العجينه او النيه او المخبوزه نص خبزه. ما خلصت وصفتنا هون، بدنا نرجع نختم بالتشيدر تشيز على كل الوجه. وهون كمان بنقول على طول بدنا نستبدل. انا اكثر سؤال على طول بينسال، اذا انا ما بحب التشيدر تشيز في استبدل بجبنه الموزاريلا الممزوجه مع الجرويير سوا؟ اوكي. هلا استاف وصفتنا بعد بدها على النار، بس لضيق الوقت لنقدر نعمل وصفه ثانيه حنكتفي هون لانه نحن اوكي بدنا نزيدهم هلا هون. هلا هون بدنا نقول شغله كمان، انه اذا بدنا نتركهم بعد شوي اكثر على نار ببطل نشوف البيره، بنرجع بنشوف البصل لحاله. كثير مهم انه مش هن كثير سخنين نضيفهم على الكريم فريش والبيض، بدنا نوضعهم على جنب لنأكد انه خليهم يبردوا. ساعتها بنمزج كل المقادير سوا. بس نحن هلا لضيق الوقت ولنفرج المشاهدين مضطرين انه نشتغلها بهيدي الطريقه. فوالا. هي نشيل هيك. هيدي التارت لكم شخص؟ هيدي صغيرة يعني ماكسيموم 4-5 بيرسون حسب قد بياكلوا. اوكي. فينا نطعمي 6 اشخاص. اوكي. بس هي وصفتنا فينا نعملها ل 30 سنتي، خاصة التارت 35 سنتي كمان قالب. لكن نرجع بنذكر إذا تركنا البصل أكثر على نار
فوالا حنكتفي هون. اوكي بدنا نتاكد انه تماسكوا كلهم سوا، بدنا نضعهم على وجه التارت. اذا بدنا فينا نحط اكثر من اكثر بيض تكمش اكثر ولا ما بيأثر. اوكي اليوم اللي اشتغلتها بالبيت وجبتها معي انا اشتغلت ببيضه واحده. اوكي ما بيأثر. فتا ما نحس بعدين بطعمه البيض لانه في كثير ما بحبوا طعمه البيض. فوالا هيدي وصفة لو ما كتير منحب البصل. طعمة البيرة والتشيدر تشيز والرومارين بتكسر. حتى ستيفانية فينا نشتغلها بصبحية كمان طيبة وبرانش كمان صح؟ أكيد بالإضافة للغدا والعشاء. فينا اشتغلها اخبزها خبزة كاملة سقعها وفرزها كمان. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف الموسيقى خارج ليتس دانس. يلا ما عم تشوفوا نشتي شو عم يعمل. فوالا لكن نرجع نتذكر ستيفانية اللي ما بحب التشيدر تشيز بيستبدل بجبنة الموزاريلا والجرويير، بس هي التشيدر تشيز مع البيرة والبصل واللون اللون حلو كمان صح. بعدين بدنا نزينها مثل ما اشتغلناها هونيك. فوالا كان حط شوية أير دو بروفانس كمان إذا عبالنا على الوجه ما بيأثر. هيدي هي التارت المالحة على بيرة. قد ايه وقت بالفرن؟ اذا ما خبزناها ابدا ستيفاني هي بدها 20 مينوت؟ بدها اونتر 20 و 22 مينوت هيك شيء، هون حسب الفرن بيختلف. اوكي بس اكيد بدها 20 دقيقة مينيموم، لكن بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق، بدنا ندخل وصفتنا بقلب الفرن. فوالا هيدي رح تكون الريزلت اللي عم تشوفه. يا خلينا ننتقل لوصفتنا الثانية. يا ستيفانية اللي هي وصفة سهلة. اي طيبة. هلا هون بدنا نقول شو هي وصفتنا؟ اليوم عم نحكي على الأشطالية اللي طلعنا شوي من الحليب العادي. بما انه ما بعتنا حليب جوز الهند ما قدر لانه اليوم طلعت على بكره هيدي الوصفه، بقى اليوم عم نحكي على 400 ملي من حليب جوز الهند يلي بدنا نوضعهم بطنجره على نار. بدي خبرك انه انا امبارح علمتها لتلاميذي بس بغير طريقه، اليوم هيك حبيت لاكون اقرب لكل ست بيت ما بتحب تستخدم ورق الجيلاتين حنحكي عنها، بس اقول انه على نار وضعنا 400 ملي من حليب جوز الهند و200 ملي من الكريم فريش، وهون بدنا نقول لانه بيقولوا لي انت تستخدمي كثير كريم فريش، يلي ما بحب يستخدم الكريم فريش فينا نستبدل 200 ملي من الحليب العادي مش ضروري كريم فريش. عم نحكي بس بتعطيها دسامه وطعمتها بتكون هي اكيد اطيب بس في ناس يهربوا شوي من الكريم. قد ايه سكر؟ اليوم عم نحكي على نص كبايه من السكر. فوالا وخلينا نخبر شوي. امبارح اشتغلناها بذيك الطريقه. يلا لكينا حطينا هون 400 ملي من حليب جوز الهند، 200 ملي من الكريم فريش، ورجعنا حطينا نص كبايه من السكر. صح نص كبايه من السكر. هلا هون اليوم عندنا ملعقتين كبار من النشا يلي ذوبناهم بملعقتين كبار كورن فلاور من المي المسقعه.
هلا بدنا نقول اليوم هيك اشتغلناها شوي على الطريقه البيتيه، بس انا امبارح علمتها لتلاميذي اشتغلناها مع جيلاتين. يعني دوبنا ورق الجيلاتين وضفناهم عليهم، اليوم حبينا شوي هيك نغير نهين على كل ست بيت ما بتحب تشتغل ورق الجيلاتين. هلا هيدي وصفه اشتغلناها امبارح بشوي من الكيك، كان عندنا كيك استبدلنا حطينا كيك بقلب ليفرين او بجوت كبير. اليوم حبينا زدنا الخلطه فوقهم اليوم حبينا بلا كيك مثل اشتاليه هلا بس حطينا جوز الهند المبروش بوصفتنا هونيك، مش ب لا مش على النار، مش على النار بس حليب جوز الهند مع الكريم فريش، او بنرجع بنذكر حليب جوز الهند والسكر اكيد، او حليب جوز الهند، ما بدنا ننسى ستيفاني او الحليب العادي. وخبرتينا شغله انه دائما لازم الوصفه او الانجريديون يغلو نرجع بنحط النشا تاخذ بسرعه اكثر. اوكي فوالا، يا لكن عم نحرك بس يبلشوا يغلوا بدنا نرجع نزيد النشا. ستيفاني فوالا مسكت، نشيلها بدنا نشيلها. لهالوقت بدنا هون يكون عندنا جوز الهند تبع المغلي اللي معودين عليه. اوكي فينا نضيف بسكوي، نبروش بسكوي، فينا نضيف شقفة كيك. هون كمان بدنا نذكر انه كثير مهم انه كمان ما تكون كثير سخنه وصفتنا وقتها بدنا نضيفها. هون بدنا نقول اذا بدنا نترك اشتغلنا بالاشتاليه او بحيلا كريم ستيفاني بدنا نتركها على نار، بدنا نشيلها من النار، فينا الطنجره، كثير مهم انه نقلبها نحطها ببول ونغطيها بنايلون لما تعمل كوش. هلا لضيق الوقت حنضطر نصب. اوكي ولا بدنا نصب وبعدين نضعهم بالبراد ونخليهم نزين بالرمان. هلا يلي ما بحب الرمان في يستبدل بالفريز او بحيلا شيء صح بحبه، او فينا نحط قلوبات فوقهم يمكن نحط كمان اكيد المشمش بتاع طيب معه صح مجفف. فيري جود، رح ناخذ سوا وقفه بنرجع بنشوفكم بالتيستينج. يعني الرائحة تتكلم. أجل هذا ماجيين اليوم كل المبنى رح يجي يدوق عنا. كيف بدهم يعرفوا انه في كوكينج؟ مزبوط طبعا نترك بصمة وبصلة رانيا. اليوم عملنا تارت مالح وعملنا شيء كثير طيب مع حليب الكوكونات. عملنا بيرة بصل مع البيرة والأرض دو بروفانس مع التشيدر تشيز البيض والكريم فريش. بدنا نسكر هلا بدنا نسكر مستكره لأنه شوي تبخروا. وعملنا أشتالية بس مع حليب جوز الهند والكريم فريش بالإضافة للنشا، وحطينا لها جوز الهند والرمان. مش معقول شو طعمتها غريبة المتار لأنه طفيناها بالبيرة معقول يعني أفكارك ضلال ما بعدي بدي دوق. شو كيف الكوكونات؟ هيدي بعد ما سقعت كثير كمان ستيفاني، يعني بدنا نشوف بدنا نذكر إنه هيدي وصفة طيبة كثير مسقعة كمان طيبة وغريبة طعمتها.
بس حبيت حبيت ياس مستخنه يعني ليش ساعتين من برا فتره بس انه بتحمل شوي ساعه اكثر في طيبه طعم الكوكونات اكيد طاغيه يعني صح الاولاد بعتقد رح يحبوها يلي بحب الكوكونات كثير بدهم يحبوها غير شكل عن الأشاليم مع الحليب عن الأشاليم العادي وكمان خلينا نرجع نذكر انه اليوم اشتغلنا بحليب جوز الهند مع الكريم فريش يلي ما بحب يحط كريم فريش فيه استبدل بالحليب العادي يعني بنضيف نوعين من الحليب حليب جوز الهند او حليب يلي ما بحب ولا هي ولا هي رانيا بنعمل الاشتانيه العاديه فينا نحط حليب صويا يمكن كمان وبنضيف له شويه جوز الهند مع مشمش مجفف تين مجفف من قصقصهم بقلبه من قصقصهم او قلوبات كمان بدل الرمان اذا ما بحبوا الاولاد الرمان بدي اسال شيء التارت بنكون محضرين العجينه قبل بوقت او فينا دغري نعمل رانيا هيدي عجينه فينا نشتغلها قبل شهر اثنين ثلاثه نضيفها بالفريزر وقت نعوزها نشيلها من الفريزر نتركها ساعه ساعتين نعبيها فينا نخبزها نص خبزه نشتغلها نمدها نخبزها نص خبزه ونعبيها ونضعها بقلب الفريزر كمان لمده اشهر ما بصير لها شيء مثل كل عجينه بنشتغلها من الفريزر بحس من انه نتركها عجينه اكيد يعني اذا قاعدين زهقانين فينا نشتغل كيلو من العجين نعمل قلبين ثلاثه من التارت ونضعهم بالفريزر كرمها بنزهق دلال ما بقى بنزهق يلا بنزهق بنتمنى نزهق او كمان رانيا فينا نخبزها خبزه كامله ونفرزها لمده شهر اثنين بنشيلها ونسخنها بالفرن اكيد بس الحشوه بدها وقت لتستوي يعني بالفرن لا ايه هلا نحن دبلنا البصل على نار مع شويه ملح بهار ابيض بهار اسود وطفينا بالبيره حطينا اير دو بروفانس ورجعنا دخلناها لانه لو بدنا ندخل البصل بقلب الفرن كثير مهم انه ندبله لانه تستوي مضبوط لما نحس بالبصل عم بقرقش طعم كمان بس لحسه ما حسيت كثير طعمه البصل لا لانه مستوي كثير منيح بس كراميليزي شوي يعني مع البيره هيدا العجينه لازم نريحها يعني لازم تطلع كل عجينه لازم نريحها لمده ساعه او ساعتين بعدين استعملها تتخمر صح ميرسي دلال نرجع بنشوفك الجمعه ان الله راد